احنا حاليا حطينا الملف والسقف تاع المطالب تاع المجتمع راهي تدريجيا راهي تتغير، وحنا بالنسبه لنا ما كاين حتى شك بلي احنا نتبعوا المطالب تاع المواطنين مهما كان المطلب تاعهم. راهم يظنوا بلي الشعب هذايا ما راهوش واعي، راهم غلطين. لازم يسمعوا الشعب ولازم يجاوبوه. اليوم ما ناش في المرحلة تاع مجلس الدستوري إلى آخره، رانا في مرحلة وين هذا النظام لازم يجاوب الشعب.